صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، جوله نهايه الاسبوع و10 الصبح في الاهلي، وطبعا هيكون معانا فيها كل الاخبار المتعلقه بالفرق الرياضيه الاخرى الخاصه بالنادي الاهلي. بدايتنا طبعا مع رجال سله الاهلي اللي ماشيين الحقيقه بخطى ثابته في بطوله دوري السوبر للمحترفين، وامبارح كان عندهم مباراه هامه جدا طبعا امام المصريه للاتصالات، وقدروا ان هم يحسموا هذه المباراه صالحهم بنتيجة 87-78. الحقيقة أن هم تفوقوا في الأربعة كوارترز على مدار المباراة. أقيمت طبعا هذه المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. يمكن الكوارتر الأول انتهى بنتيجة 24-20، أما بالنسبة للكوارتر الثاني انتهى بنتيجة 49-42، والثالث بنتيجة 74-55، وطبعا انتهى الكوارتر الرابع والشوط الأخير للمباراة ونتيجة المباراة بنتيجة 87-78. طبعا سيدات ايضا سله الاهلي كان عندهم مباراه هامه جدا في الجوله الرابعه من بطوله الدوري، وقدروا ايضا ان هم يفوزوا على نادي مصر للتامين. الحقيقه ان هم ايضا ماشيين بخطى ثابته جدا تحت قياده كابتن طارق خيري. الحقيقه سيدات سله الاهلي عاملين سكورز كمان عاليه، يمكن كل المباريات بتنتهي بفرق سكور كبير جدا لصالحهم، وامبارح المباراه انتهت بنتيجه 82-59، واقيمت المباراه على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي هنا أيضا بالجزيرة. انتهى الكوارتر الأول بنتيجة 28-19، أما الكوارتر الثاني بنتيجة 45-32. الكوارتر الثالث انتهى بنتيجة 70-45، أما الشوط الرابع أو الكوارتر الرابع والمباراة انتهت طبعا بنتيجة 82-59. الحقيقة أن دي الجولة الرابعة، أما أيضا الجولات الماضية قدرت سيدات سلة الأهلي أن هم يفوزوا في جميع الجولات سواء على نادي الزهور أو هليوبل أو الجزيرة. طبعا زي ما احنا عارفين يا كريم ان يعني يمكن سواء سيدات الطايرة او رجال الطايرة عندهم توقف دولي طبعا بسبب مشاركة لاعبي ولاعبات النادي الاهلي مع المنتخب في بطولة او يعني تصفيات المنطقة الخمسة المؤهلة لدوري الالعاب الافريقية واللي هتقام ان شاء الله هنا في مصر. بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم، وكل طبعا يعني يا كريم زي ما احنا عارفين كل اللي بيشاركوا سواء مع منتخباتنا في الطايرة أو السلة أو أيضا اليد الحقيقة من لاعبي ولاعبات النادي الأهلي بيقدروا أن هم يصنعوا الفارق في كل البطولات اللي بتشارك فيها المنتخبات المصرية. اخيرا بقى طبعا زي ما احنا عارفين وكره اليد ايضا في توقف دولي بسبب يعني كاس السوبر الافريقيه او بطوله طبعا الافريقيه اللي بتقام هنا في مصر في الفتره من 17 وحتى 27 من يناير الجاري. طبعا كاس الامم الافريقيه لكره اليد، الحقيقه ان منتخبنا المصري ماشي بخطى ثابته، وكانت اخر مباراه ليه امبارح امام منتخب انجولا اللي قدر طبعا ده كان في الكوارتر فاينل او في الدور الثمانيه ربع النهائي، قدر ان هو يحسم المباراه لصالحه ايضا امام منتخب انجولا بنتيجه 37-25. شفنا طبعا المباراه اذيعت على شاشه قناه النادي الاهلي، وشفنا منتخبنا الوطني عمل مباراه كبيره جدا. الحقيقه ان يمكن خلاص يعني بكره ان شاء الله عندهم مواجهه هامه جدا بنقول عليه نهائي مبكر ما بينه وما بين طبعا منتخب تونس، لان احنا زي ما احنا عارفين يا كريم منتخب تونس من اكبر المنتخبات على مستوى كره اليد طبعا في افريقيا، يمكن هو الاول بالالقاب ب 10 القاب يليه طبعا منتخب المصري ب 8 ألقاب. فالحقيقة أن يعني إن شاء الله لو قدر المنتخب المصري أن هو يحسم هذه البطولة لصالحه هيكون الفرق ما بينهم لقب واحد فقط، مصر طبعا 9 ألقاب وتونس ب10 ألقاب، وإن شاء الله إن شاء الله يكون المنتخب المصري ليه الكلمة العليا بكرة في مباراة الغد في نصف النهائي سيمي فاينل كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد. وزي ما احنا عارفين إن شاء الله لو هيتأهل أكيد المنتخب المصري هيكون مباراة الفاينل يوم 27 بإذن الله، وإن شاء الله يعني نحتفل معاكم اكيد على شاشه قناه النادي الاهلي في هذه المباراه الختاميه ويكون ختامها مسك، وطبعا يقدر المنتخب المصري ان هو يحسم هذه البطوله لصالحه. خلينا اقول لك انه منذ بدايه هذه البطوله منتخبنا الوطني طبعا اللي بيشارك معاه عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي، والحقيقه ابرزهم احمد عادل اللي قدر كمان ان هو يحصل امبارح على افضل لاعب في مباراه منتخب مصر وانجولا. الحقيقه ان لاعبي النادي الاهلي صانعين فارق كبير جدا في صفوف منتخبنا الوطني في
كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد. والحقيقة أنه هو منذ بدء البطولة سواء أمام غينيا أو طبعا كونغو برازافيل أو كمان الكاميرون وأنجولا، الحقيقة أنه هم قدروا يحققوا العلامة الكاملة. يمكن أول مباراة كانت انتهت بنتيجة 33-15، أما تاني مباراة بنتيجة 34-19، والمباراة الأخيرة قبل طبعا أو يعني في نهاية مرحلة المجموعات كانت بنتيجة 35-16. حقيقة ان هم ماشيين بخطة ثابتة، بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. دي طبعا كانت كل اخبارنا فيما يتعلق بالالعاب الاخرى في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. خليني كمان سريعا يا كريمة اقول لك الاجواء هنا. الحقيقة ان يعني يمكن في استقرار في درجات الحرارة، عشان كده في اقبال اكتر من الايام الماضية على مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة. والحقيقة يعني ان كمان مع تقدم الساعات الحقيقة انه بترتفع درجات الحرارة، وفي يعني استقرار كبير جدا، علشان كده ده المسبب يمكن إقبال على مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. طبعا دي كانت جولتنا النهاردة يا كريم، بشكرك جدا، الكلمة ليك مرة أخرى. الأجواء الشتوية الحلوة دي بتساعد ناس كتير قوي من محبي رياضة المشي تحديدا، بتواجده طبعا من الصباح الباكر في كل يوم في النادي الأهلي فرع الجزيرة. وطبعا أنا واحد من الناس، على ذكر ماتش مصر وتونس، أنا متشوق جدا والله عن نفسي يا مريم لمتابعة المباراة دي. أكيد هتكون مباراة نار كما هي العادة، أي ماتش بيجمع في كرة اليد بين مصر وتونس بيكون ماتش قوي جدا. الحقيقة منتخبنا متألق، وأنت كمان كنت متألقة امبارح في الاستوديو التحليلي لكرة اليد، عايزة أحييكي وأهنيكي. شكرا ليك جدا يا كريم، طبعا انت يعني بشكرك، ودايما سباق اكيد بالخير وسباق اكيد بالكلمات اللي بتثني علينا وعلى ادائنا كلنا، فاكيد بشكرك جدا طبعا، واكيد كل كتيبه شاشه قناه النادي الاهلي بتعمل بجد الحقيقه، وبتعمل بمجهود كبير جدا علشان تنقل لكل جماهير النادي الاهلي، ومش بس جماهير النادي الاهلي، ايضا كل جماهير الالعاب الاخرى في كمان المنتخبات، ان هم يقدروا ان هم يتابعوا هذه البطوله الهامه جدا اكيد لكاس الامم الافريقيه لكره اليد على شاشة قناة النادي الأهلي. والله يا مريم أي كلمة يعني شكر أو ثناء في حقكم، يعني تأكدي إن هي مش مجاملة، يعني هي إقرار لواقع فعلا ملموس. بنحييكي مرة تانية وبشكرك شكرا جزيلا.